خير من دفن بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لبيت انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. بسم الله بدأنا وبسم الله نختتم مع خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تظلم
تطغوا في الميزان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربك
ربكما تكذبان والأرض وضعها للناس فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان عليها فان وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك
والاضطراب ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Yeah.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. ذهب النور لما تجلت آيات الهدى وأبدى الزهور السعد خدا مغردا تردد أنغاما ولحنا مخلدا وغنى بها رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن تلاوته البلن تعجب منه العندليب تغردا حماك الله يا خير قارئ عن اعظم تمجيد لنبي محمد. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ رأفت حسين القارئ بالإذاعة المصرية والمقيم بالاسكندرية. علما ايها السادة وما زال العلم مستمر انها تطلب الاذاعات الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة وكسر من كسور الضيافة المتنقلة الخدمة الفندقية المكيفة التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن عاطف عز المحل الاول عن مدينة ومركز اشمون والتي شهدت له جمهورية مصر العربية وبالإنابة عن أهل الفقير الحج صالح عبد العظيم أبو صالح والحج إبراهيم عبد العظيم أبو صالح والحج عبد صالح نتوجه بالشكر للسادة المعزين
عند اتية واجب العزاء. ولا هنا تنطق الاذاعة عاطف عز من هذا المكان. يا رب يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.